المدني على مستوى اكادير وجهه كذلك فرنساوي مجموعه المغربي كتكرم واحد الشخصيه فاعله على مستوى الجهه الا وهي زهراء الكتيو. واحد المفاجاه نضروها لك الفاعلين المدنيين على مستوى الجهه واعره بزاف. شكرا بزاف. قلب من ذهب. هادشي اللي نقول على الكلمه. الاخوات عفوا عاد الافاضل لان نعتزوا بالمغربيه ونعتزوا بالانجازات ديالها والتربيه ديالها اللي الابناء ديالها اللي شفناها وعشناها في المنتخب الوطني اللي كسر جميع قيود ذاك العقده ديالنا تجاه الغرب. اولا زهراء الف مبروك لهذا التكريم ومجموعه المغربي انها سجلت هدف اول في اكادير سنه 2023. تنشكروا سي حسن، تنشكروا الاخوان اللي معاه في المجموعه، وتنشكروا الاخوات والاخوان الحاضرين. طبعا ما احوجنا لثقافه الاعتراف، لان ثقافه الاعتراف هي اللي تخلي الانسان يحس بانه عنده وجود. والتكريم في الحياه اهم من التكريم بعد الوفاه، لان الانسان خصو يعيش هذه اللحظات، هذه اللحظات اللي ما يمكنش ان جميع الكلمات ولا العبارات اللي يقولها الشخص المكرر راه لا يمكن ستخونه مع عجم اللغه، ويمكن سيتيني كل ميلان ولكن يغزر يدمونه ماون نتمازير في ماون العلاقه الصداقه المحبه. يعني انه كان واحد حنا في اكادير هذه المدينه اللي جاني الوالد ديالي انا مع 75 مع المسيره، وكبرت انا فيها ابن 3 سنوات وزدت فيها ودرت فيها وليداتي والعمل ديالي الحمد لله. يعني بلاد من اعظم مدن المغرب، مدينه سوسيه الحره بهذه الكلمه، يعني جوهره سوس هي اكادير. ما نقولوش الجنوب لان احنا دابا وصلنا في وسط المملكة، الجنوب هو القويرة الحمد لله. لذلك ما نريد أن نقوله لكم أننا ما سنفتخر بهذه الناس، مجموعة تمغربيت، وفعلا تمغربيت الحقيقية هي تمغربيت ديال الاعتراف، الاعتراف بالعطاقات ديال الفرد. اللي عايش راه عايش تنتعاونوا معه، اللي مات الله يرحمه لأن خلى بلاصتو، واللي مشى عمرك ما تعوضه كيف توفيق سميدة الله يرحمه. قلنا في كذا عمرك اللي مشى لك ما تعوضه، ما عمرك تعوضوا لنا بحال مشى لك واحد العضو من الجسد ديالك. ولكن ملي تنعترفوا وتنقولوا تعرف السيده زهراء وغدا بالواحد منا ولا وحده منا، اذا اننا رسخنا واحد الثقافه، ان اللي حقاتو زهراء ولا حقو بكار ولا مطيع ولا حسن ولا سيما العينين ولا حاجيب ولا الاخوات اللي معنا ولا كذا، يعني حققناه كاملين. وتنتمنى لهم نكونوا يد واحده، لان البلاد ديالنا محتاجه لثقافه الاعتراف، محتاجة ثقافة التضامن، وما أحوجنا ثقافة التضامن، ومحتاجة كذلك النكران الذات والعمل من أجل المدينة ديالنا أكادير الكبير، ومن أجل الجهة ديالنا سوس مسا، ومن أجل الوطن ديالنا. وبهذه المناسبة أخت زهراء راه من أهم العضوات في اللجنة التأسيسية لمبادرة العمل التطوعي لأكادير الكبير التي سترى النور قريبا، وستعرف إنجازات بفضل هذه المجموعة، إنجازات مهمة إن شاء الله قريبا. وهذه مفاجأة بغينا نقولوها للسيدة الزهراء لأن معنا فيها وهي خدام معنا فيها. إذا باش نعطيو كلمة لأختنا زهراء اليوم، تكريم فعالية المجتمع المدني على مستوى اللي ما نقولش غير أكادير، هي عيار من أزرو ياك. تكريم الأخت زهراء، تكريم العمل الإنساني نبيل. زهراء كما قلت من زهراء الأزهار المدينة، تكريم زهراء، تكريم جميع النساء ديال الجهه وعلى سبيل النساء ديال المغرب. زهراء كانت ولا تزال متواجده في جميع المبادرات، لهذا حظي اسم زهراء بهذا الاختيار. زهراء الله يحفظكم. كلمه لاي واحد بغى يحفظ. الفاعله الجمعويه بامتياز في حضره جميع التظاهرات، وكذلك صديقه ديال ايام زمان. ان شاء الله يعني هذا التكريم هو التحفيز
باش زهرة ان شاء الله نشوفوها في المبادرات القادمة ان شاء الله. شكرا لكم كاملين. هنا هي عيد القضية. حتى انا كذلك بدوري بغيت نحضر لهذا التكريم ديال الزهراء. الزهراء اللي هي احد الاعضاء ديال اللجنه التاسيسيه ديال المنتدى العمل التطوعي باكاديم الكبير سيرا النور قريبا ان شاء الله. الزهراء عرفتها بزاف هذه السنه الماضيه لانه شفتها في مجموعه ديال المبادرات خاصه اللي عندها علاقه بمستشفى الحسن الثاني بالخصوص وبقيه المبادرات والمهرجانات اللي كتمثل سواء في اكادير سواء في الجهه ديال تتمشى اللي كتعطي دائما كتكون حاضره. والحمد لله اكتشفنا فيها بان المراه المغربيه المناضله الفذة كنقدم لها كل التحيه والشكر باسم اصدقاء منتدى العمل التطوعي باكادير الكبير. نرجو ميمو اخترنا امراه عفويا داكشي راه ما كان الزهراء مركم شخصيات 2022 جيد ستبقى شخصيه لكل السنوات ستنضم لها شخصيات اخرى هذه مع عطاء ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله كل مساء وانا بغيت ناخذ الكلمات سي حسن. انا الاستاذ الزهراء عرفتها في واحد المجال اخر اللي هو المجال الثقافي بالضبط في المركز الثقافي ديال ايت ملول. حنا كنا كنجيو كنحضروا انشطه سواء مسرحيه سينمائيه فنون تشكيليه كانت الزهراء حاضره في جميع الانشطه والمركز ديال ايت ملول حصل الرتبه الاولى وطنيا من حيث الانشطه ومن حيث كثافه الانشطه ومن حيث استقطاب مجموعه من الانشطه سينمائيه مسرحيه فنيه تشكيليه. وكانت الزهراء متواجده في اي لحظه كنجيو كنلقاوها. وانا غادي كنقول لواحد المساله راه كنت قلتها فاش كنا مشينا كالمجتمع المدني ديك المره كنت قلتها ودي هاد السيده واحد 80% هي المستوى باش توصل للمركز الثقافي ديال ايت ملول. الكلمه اللي جات من عند الاخوه كلهم لا السي احمد الموطيع ولا الاستاذ بكار هي شهادات ستعلي من مستواك وقيمتك لانك انسانه الميدان والكل يفتخر بان تكوني معه وفي خضم التظاهرات وفي خضم اللقاءات. فهنيئا وهنيئا للمنظمين وهنيئا للاخت زهراء. استاذ ابو عشراوي شكرا استاذ سي نور الدين ساري شكرا بزاف. انا شفت
انا في دوري ضروري نقول شي كلمه في المرض الكريمي. هو اللي بغيت نقول هو ان الزهراء تعرفنا عليها بواحد العفويه، يعني ما كناش كنعرفوها قبل. كنا كنديروا مبادرات كتلقاها منخرطه فيهم، واهم مبادره كانت ديال الايواء المتشردين في الوضعيه ديال كورونا على مدى واحد المده ديال 4 شهور كانت حاضره معنا. اللي كان زوين هو ديك العفويه، يعني كتجي كتبدا شي مبادره كتقوم حتى شي حاجه كتلقاها جديده، يعني بدون ما تحتاج لا دعوه ولا انك تعيط لها ولا والو. كذلك كنبغي ناكد على داك التكسير ديال داك الحاجز الجغرافي ديال ازرو اكادير فين ما نمشي نلقاها. كذلك حتى بالخصوص ديال العمل ديال الزهراء، كنعرفوا جميع ان الزهراء مستشفى الحسن الثاني، انا ماشي مره ماشي جوج كتكون عندنا شي حاله انسانيه اجتماعيه كتعيط للزهراء كتقضي الغرض كيف ما بغا يكون. وهذه هذا اعتراف الله يجازيك بخير، شكرا بزاف. كنتمنى انك تواصلي وتكون عندك الخاطر، عارفين ان الدومين صعيب هو كله تطوعي وكيوليو الناس كيرغبوا في المزيد، ونتمنى ان شاء الله ان كل نايب في يد يمشيو لقدام. وشكرا بزاف. شكرا شكرا. هذا المزيد الخير كثير ولكن مزيان، ولكن دوك تستحق. كانوا كيوصونا واحد القضيه، يعني كيعبروا على هذا الاعتراف بطريقه، يعني بطريقتين، انه كيقول لك الانسان اذا كانت شي حاجه مزيانه خصك تقولها له باش انه كيتشجع كيزيد يبذل المجهود، اذا كانت فيه شي حاجه سيئه ايضا عاوتاني كنقولها له باش انه يتراجع. زهراء عفرو يعني شخصيا كنعرفها، يعني سمعت بها قبل ما نعرفها، يعني صدى العمل ديالها الجمعوي وديال الخير اللي كدير وديال يعني النظام اللي كدير في الامور ديال المجتمع المدني كبير وكبير جدا. كنتمنى لك التوفيق وكنتمنى لهاد المبادرات يكونوا يعني في القريب ان شاء الله يتعرفوا مجموعه ديال المغربيين ومجموعه اخرى ونشجعوا بعضياتنا، لان هذا هو السر ديال النجاح ديالنا. وشكرا لكم. كلمه لله. لا ماشي واحد الكلمه ديال حسن، واحد السؤال جديد. قال مجموعة ديال الإخوان أن العلاقة ديالي بها يعني عن قرب، مدة قصيرة ولكن ربما علاقتي بها في الفضاء الأزرق اللي خلاتني أنني تعلقت بها بزاف قبل ما نشوفها، يعني ديك الروح الطيبة وديك البراءة اللي كتشوفها في اللايف وفي الأعمال ديالها كأنها طفلة، ولكن من يعني عرفتها عن قرب صراحة تأكد لي داك الشيء اللي فيها يعني على أرض الواقع، وحبيتها كيف تنقولوا لله زعما محبة لله. ولكن من تنشوفوا مثل هذه الوجوه ولا النساء يعني ناجحات الا وتيكون في الظهر ديالهم واحد السند اللي هو الرجل اللي هو الاخ هو الرفيق، انا بحق بغيت نحيي مجموعه المغاربه ونحيي جميع الاخوه اللي كانوا معنا المجتمع المدني اللي كاين في اكادير. ربما راه شي نور الدين قال واحد الكلمه، البعد الجغرافي ما كيحددش بقدر ما تتحدد المواطنه اللي تتحدد يعني امور كثيره بزاف. ربما انا راه الا جيت نقول من مواليد مدينه الدار البيضاء من اسر وزانيه، ولكن 34 عام وانا في اكادير كيف تنقولوا لي كرا 40 خبزه في اكادير ولا ولد اكادير، تنمشيو لدول اخرى ولا دول اوروبيه تجيب لنا واحد غير على مدينه اكادير. يعني اكادير لقينا فيها واحد الدفء واحد الحنان، لقينا فيها واحد ربما الاخوه اللي موجود فيك الوالدين ديالك لقيتهم في هذا المجتمع المدني،
وبغيت نحيي كذلك المجتمع المدني ديال اكادير اللي ربما عشنا مجتمع مدني في مدينه اخرى، ولكن في اكادير كاين واحد الامور اللي تنمتازوا بها في هذه المدينه هذه هو اننا ما تتبقاش الجمعيه ديالك اللي خاصه بوحديتها، من تتكون يعني شي مبادره انسانيه ولا التفاته طيبه جميع يعني المجتمع المدني كيلتف، ما تتبقاش ديك الانانيه ولا تنبغيو نبانو حنايا، كيبقى داك الوكران بزاف، تتبقى ديك المواطنه الحب ديالنا للمدينه ديالنا. نتمنى ان شاء الله نبقاو ملمومين في هذه اللمه المباركه، ويعني نهجوا الطريق اللي نهجها يعني خونا توفيق سميده اللي رحموا عليه اليوم في هذا اللقاء ديالنا، اللي كان الحقيقه منه تعلمنا امور كثيره بزاف، ومنه عرفنا العمل الجمعوي الحقيقي، ومنه كان انسان متواصل، منه بزاف الامور يعني عرفناها به، هو عرفنا بزاف الوجوه بزاف الاخوان. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق لينا كامل، ونتمنى ان شاء الله لبيتنا تكون في احسن المدن المغربيه. شكرا. نيابه عن هيئه الفنانين التشكيليين المغاربه، ونيابه عن جمعيه اهل الخير اللي استاذه زهراء هي عضو معنا فيها، وكان جيت باش نقول لها مبروك، تستحق الافضل، وحنا يعني كنتمناو نستخدموا التجربه ديالها كجمعيه جمعيه اهل الخير، ورغم علاقتي بها يعني ما كملش عام، ولكن لمست فيها طيبوبة وحب الخير وقلبها تبارك الله واسع، وما ماشي حقودة نهائيا، ومهم كنتمنى الاستمرارية في هذا المجال الجمعوي والغيرة ديالها على الوطن، وهنيئا لها. قرن بهرة أن الحضر مس تكريمات خصوصا يشكى الزغدال بيدناد لي رسم زعما عرفت نختارو مشدد ربما نرفعها عربية حسن باش دورتو صراحة كنشكر هاد البادرة اللي درتو وما كنتش كنتظرها صراحة، ولكن فاش قالها لي السي حسن البارح كنت جد سعيدة، وكنقول شوف سبحان الله العظيم، حيت علاش أنا كنعز جميع هاد الناس اللي خصوصا هاد الوجه كاملين اللي حاضرين دابا اللي حاضرين اليوم معايا، كل واحد بسميتو أنا كنعزكم كاملين، وربي اللي شاهد يعني حتى هاد العمل اللي كندير يعني كنديرو من قلبي، ما عمري كنديرو يعني كنتسنى بالمقابل ولا هاد الشيء عندنا في الدم الحمد لله، وأنا كنفرح إلا كنشوف أي واحد فرحان حتى هو كنفرح ليه، وشكرا انطلاقة جيدة، وشكرا المنتدى حتى هو، وشكرا الناس كاملين اللي حاضرين هنا، لا الجمعويين لا الأصدقاء لا كلشي الناس اللي كاينين هنا، صراحة عجز لساني على الكلام، واخا زعما كتبنا الكلمة ولكن راه كلشي بالفرحة العظيمة، يعني أول مرة عرفت أنا السي حسن، كنت ديك الساعة دائما كنت كنشوفو في الفيسبوك ديك الساعة في إيكو فيلو، وديما كنشوف غير الرجال اللي كيمشيو معاه، ودائما كيبقى فيا الحال كنقول واه شو هذا الشيء، واش هذا الشيء حنا ما نقولوش بيك الله إلا كان واحد النهار كان ديك الساعة عيد المسيرة، وكانوا معاه العيالات، وبانوا لي العيالات أول وحدة وأنا نصيفط ليه، قلت ليه السي حسن الله يحفظك واش كديروا بيكو فيلو واش فيه العيالات؟ قال لي مرحبا لا الله زهره، قلت ليها وحده بعدا جايه، قال لي واش كتعرفي البيكالا؟ قلت لها لا نعرف ليها انا جايه، اقسم بالله اول مره داكشي علاش مشات بها اول مره كنشوف البيكالا في حياتي في الجروب ديال ايكو فيلو حياتي كامله، ونهار اللي شدني ديك الساعه سي عبد الله بولغمير قال لي واش انت كتهضري، قلت ليه قسما بالله الا اول مره في حياتي نركب البيكالا هي عندكم في الجروب ديال ايكو فيلو، غادي دعوه لكم كامل ان شاء الله بدينا غاديه في هذا الاتجاه هذا خصنا نرجعوا، ومن بعد بدينا في جمعيه انطلاقه جيده، بدينا بالمبادرات اللي بحال باغي نعاون مستشفى ديال كوفيد ديال الحسن الثاني وديال الاطفال المتردين، وهذا زعما صراحه كانت المبادرات اللي كانين زوينه بزاف، وزيد عليها الاصدقاء كاملين يعني جميع الاخوان اللي كنعرف جميع المبادرات اللي كيديروا، يعني هذا الشيء حبا كنحب كنعشق انا العمل التطوعي العمل هكذا كنعطيو الناس المقابل. عطينا شي جملة بهرة 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 خويا سي حسن أركون أركون تريح بهرة بهرة تفضل سي سبعي أخواتي